طريقة عملنا بالجراج شوية متأذين من ناحية الشارع. الشارع مو زين، احنا من البطحة لحد الديوانية الشارع كلش بيه خطورة، بيه حوادث كلش هواي. هنا من يصير حادث قالوا السايق نعس، هو الغلط مو السايق نعس، هو الشارع دمار. هاي وحدة. اثنين، الشاحنات اللي بالشارع يعرفونها التريلات، يطيك تايره يذبه يعوفه ويروح، يجي ابو سياره صغيره او ابو ليوقن ابو الجمسي او غيره يتفلش بيه بالليل. احنا اكثر عبريتنا جات تطلع بالليل، هذا واضح ما بي اي شيء. هاي وحده. ثاني شيء من ناحيه الجراج تعبانين من الشارع، الشارع مأذين. احنا مشاكل عندنا حاليا بالغاز، الغاز كان يوميه يعني كل محافظه تعطينا 200 يوميه، هسه قطعوا علينا هاي الحصه، صارت كل ثلاث ايام يوم رابع. من يوم قطعوا لكم اياها؟ من يوم 1/0. السبب؟ السبب ما اعرف شنو الحكومه ليش هيك ويا السواق. كل 40 يا استاذ. كل 40، هسه السائق شو يسوي؟ حيشتري تجاري. ابو المحطه يبيع له الغاز ال 100 ب 55، فينجبر السائق ياخذ اجره زايد من الزاير. شفت صارت قد ايش منتظر؟ والله صار من الصبح هسه لحد هنا ماكو. ليش؟ الغاز ما جاي يوفرون السيارات، والسواق بعد ما يقدرون يطلعون هم حقهم. بعد هاي الحاله شوفها انت. وانت ايش راح تنتظر؟ انتظر والله ايش اسوي؟ لو بعد اروح اصعد بالليل ايش اسوي؟ ارجع للبيت واصعد بالليل. هذا ما حصلوا غاز شلون على البحر؟ بعد هاي ايش اسوي؟ شو تطالبون كمواطنين؟ انتم كزوار شو تطالبون؟ احنا طبعا نطالب توفير الغاز للسواق. حتى توصل يوصل للزوار، لان هسه العالم كلها شنو بدنا نطالب؟ انا خطي بصره كربله. نعم، ايش قد سعره؟ كروتنا 25,000 الرسميه. قول لي حركه شغلكم شلون؟ والله حركه تبدي من يوم 5/0 حركتنا، بس احنا شنو شغله الطريق والتفليش. يعني احنا نكفى من البطحه على ما نوصل الديوانيه، طريق متعب. وهسه النوب المرور حطوا كاميرات على مود السرعه، وين هي السرعه؟ يعني السرعه وين نمشي؟ احنا هذا بس الدول اللي عندنا نظيف، وما نقدر نمشي من وراء التريلات. هم لو طاق عده تاير وعايفه بالشارع، لو يشمر عليك، لو ياخذ السايد الايسر وما يعطيك مجال. سنه واقفين هنا بالحرب هالشمس، وهاي جايين من المحمره من نيران، لا باصاتك ولا شيء ولا غاز لا شيء، يقولون كل شيء معكو. محوطات وردبكانات ما ينطونا ليتر غاز ما شيني. انا والله ما ادري بها هنا شلون شغلتكم، بس الناس ضاله بالحار وها ماكو باصات. والله هاي صارنا هسه 3 ساعات هيك واقفين هنا بالحرب بالشمس، وجاله ويانا. وش نسوي هسه يا عالم؟ سوي لنا تشاره يا وزير النفط، شو تسوي يا بسوي لهم تشاره؟ هذول هم مقرودين الناس. تو وصلت. ها وين جاي؟ جيت من النجف. من النجف بس هاي الاكنيه تقبط له مالي يعني، لان غاز ماكو، ما قاعد يوفروا الغاز. اتاني كل 3 ايام يوم الرابع يلا يعطوني 200 لتر، زين 200 لتر بس يودني، زين بيمن ارجع احط لها ماي وارجع بيها، ابقى هناك باي 3 ايام يومين يلا اقدر ارجع. شلون وضع السياقه بالطريق؟ السياقه لا نعمه شوي. الطريق سالك نظيف؟ سالك، حكومه موجوده، مرور موجود، رادارات موجوده ونعمه هالسنه. انا عندي منشي وهسه واقف على مود الغاز. ايش نواف 10 من الجراج. زين اذا ما توفر الغاز هاي العبريه شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ تبقى واقفه بالشمس وبالحر، سببها الحكومه. يعني الناصريه والبصره والسماوه ما يعطيني بهن، اذا افول بالبصره انا، افول بالنجف، هذا نجي المحافظات كلنا ما يعطيني بي، لا يعطيني بكربله، لا يعطيني بالنجف، لا يعطيني بالسماوه، لا بالديوانيه. يعني اروح منها 200 ارجع 200 ابقى واقف 3 ايام. لو السواق جاي يسبب حوادث، النصيحه لهم كسائق؟ والله نصيحتي لهم تهدى ما عثر، على كيفك تروح وترجع، وهاي ان شاء الله 10 ايام وقاضيه هي. شفت الجراج السيارات متوفره يا مامتك؟ والله الحمد لله سيارات متوفره، بس هو زوار وقت الظهر ماكو. يعني للاسف تطلع بثنتين بثلاثه. شنو سياره متوجهين بها ان شاء الله؟ والله ستاركس ان شاء الله. يقولون بعض السواق يقولون الغاز ما متوفر للسيارات. والله اليوم ما ادري، الله العالم بعد، بس هي المحطات موجوده قدامنا. ايش قد الكروه تقريبا؟ 12.